مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في صوت العرب من كندا. اليوم كما عودناكم أن نلتقي بفنان رائع جميل يحب الفن ويعشق الفن وخاصة الفن الأصيل. اليوم سننتقل إلى بلد الأحباء، بلد الأصدقاء، بلد المليون ونصف شهيد، بلد الحب، بلد الإباء، بلد الرجال والأبطال، بلد الجزائر. ومعنا الشاب الجزائري وليد شلابي. أهلا وسهلا فيك يا وليد. أهلا وسهلا بكم، تشرفنا بلقائكم ودعاء الدعوة، نشكركم على الدعوة. نشكرك جدا على ما تقوم به، أنت فنان رائع، نتمنى لك كل الخير ولكل أهلنا في الجزائر الخير والمحبة والسعادة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. وليد، أنت أبدعت في مجال الغناء لأنك تغني عدة مقامات، سنتكلم عن إبداعك اليوم، لكن عرف الجمهور من هو وليد. وليد شلبي فنان، كنت فنان هاوي وبدأت مشواري الفني في منطقة اسمها برج زمورة، منطقة صغيرة جدا هي في ولاية برج بارج من الجزائر العاصمة، وانتهنت هذه المهنة تاع الفن في مجال الإنشاد، بدأت في مجال الإنشاد وطورت نفسي، لم أقرأ المقامات الموسيقية، أنا لم أقرأها، قرأتها على الخشبة بحكم التجربة، قرأتها على الخشبة وليت نعرف مقامات الموسيقية. بدأت بالإنشاد وبالأناشيد الوطنية والدينية وكذا، وأنا أعشق وكنت من الصغر أعشق الفن السوري والعراقي والطرب العربي لأم كلثوم وفريد الأطرش وكذا وكذا، الفن الأصيل على كل حال. هكذا بدأ مشواري. متى بدأت المشوار؟ متى بدأ؟ كم كان عمرك؟ كان في عمري حوالي 12 سنة، كنت أقرأ القرآن الكريم قبل الأناشيد، قريت في الجامع القرآن الكريم، نعم. حفظت شيئا من القرآن، وكنت أرتل القرآن وتأتي هذه النغمات، كنت أتغنى بالقرآن. سبحان الله. فعندما ذهبت بدأت في الدراسة في المتوسطة، اكتشفني المعلم فقدمني في بعض الأناشيد، ومنذ ذلك الحين وأنا بدأت تم بشوي 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 حتى اكتشفت أنني في مستوى، أين تعيش؟ وبدأت أين تسكن؟ بالتطور. في أي مدينة؟ مدينة برج بوعريريج، بالضبط قرية بلدية دائرة برج زمورة، كم تبعد عن العاصمة الجزائر؟ بعيدة؟ تبعد 280 كيلومتر. ما شاء الله، ما شاء الله. بماذا تشتهر المنطقة التي تعيش فيها؟ هل لها؟ تشتهر بالطابع العمراني التقليدي العادي، طابع تقليدي نورمال، ناس بسطاء، ناس بسطاء، هل ولكن تأكل ما هي الأكلات المشهورة في المنطقة عندكم؟ هل هي نفسها؟ الأكلات المشهورة الشليطة، شليطة وكسكس، وكسكس. إذا زرتك يا وليد تعمل لي شليطة وكسكس إن شاء الله. مرحبا بك ومرحبا بكامل كامل اللي راهم معك في الاستديو، مرحبا بكم. يا الله يحفظك، الله يحفظك. وليد، من دعمك في البداية؟ هل دعمتك المدرسة والأهل، أم كان في هناك شد وجذر بين الأهل؟ دعمني سكان الدائرة التي أسكن فيها، الشباب الذين يسكنون بجانبي هم الذين دعموني، نعم. وأشكر لهم جزيل الشكر هذا الدعم. هل تريد أن تفضل؟ أنا كنت أنشر في الفيسبوك منه، بصح لا، ما كانش دعم بزاف، ما كانش، لا يوجد. صحيح. طب هل ستسمعنا شيء من البدايات اللي هو الأناشيد الدينية؟ سأسمعك مديح في مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى على سيدنا محمد. وأجمل منك من لم تلد النساء، وأطيب منك من لم ترى قط عين،
خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر. الصوت بيقطع الصوت. صوتك رائع جدا ما شاء الله، يعني جميل جدا. الله يحفظك، الله يحفظك. لماذا لا تكمل لنا القصيدة قمر؟ يعني أنا حبيت نزيد لك ننوع لك من الطبوع، أنوع لك من الطبوع إن طرب شاء الله. ولا خليجي ولا طيب حنسمع منك إذن. ما هي تفضل، ما هي المقامات أو الستايلات التي تغنيها؟ أغني الخليجي، نعم أغنيك أغنية خليجية وبعدها أغنية سورية. موال تفضل، موال معك. يا ليالي يا ليالي، قالوا إن الحب حالي، ما السبب في ذيك حالي؟ يا ليالي يا ليالي يا ليالي، خبريهم إن القلب ما نسيهم، خبري الظالم بحالي. يا ليالي يا ليالي، هل ستسمعنا السوري؟ السوري موال. يلا. الضرب للدغر بكفو، تعلم أخدي وقال يا جاهل، تعلم تعلم تعلم، حين صرت لملم من شقام ذي، تعلم حين ظهري وشعر راسي شاي. هذا مقام البيات. وليد، أنت دخلت في البداية على الأناشيد الدينية، ثم غنيت لنا جزء من الخليجي ثم الشامي. ليس سهل شوي أن تبدع في كل هذه، كيف أصبحت لديك هذه الهواية؟ يعني بلغني، ما شاء الله عليك. الله يسلمك. أنا من صغري أعشق الفن الطرب العربي، الطرب العربي، أم كلثوم، فريد الأطرش. مع العلم أنا من الجزائر، اللهجة التي أتكلم بها لا تساعدني، لكني تغلبت على الوضع وأعشق الفن. بمجرد أنني أحفظ الأغنية ترسخ في الذهن. سأسمعك مقطع لأم كلثوم. أنا معك، أنا بس هل سنسمع لأم كلثوم لأنها سيدة الغناء وكوكب الشرق، ولكن غنائك لموال السوري، أنا هذا التحدي للهجة بين اللهجة الجزائرية، نحن نعرف صعوبة فهم اللهجة خاصة لأهلنا في المغرب العربي، هل كانت هناك صعوبة في البداية ولا بس أنت من الصليقة يعني تسمع وتحفظ؟ أنا لم تكن أي صعوبات، لم تكن أي صعوبات تماما، ما شاء الله ما شاء كانت الله. سهلة جدا، لأنني أعشق الفن المصري والسوري والعراقي، وهذاك هو الفن تاع الصح، ونحن نعشقه. هذاك يسموه الفن، هذاك هو الفن على أصوله، فيه المقامات ككل، كما صباح فخري يعطيك كل المقامات. طيب سمعنا، من الغناء الجزائري فيه ماشي مقامات بزاف بزاف، أغنية في الطرب العربي تتناول 8 مقامات. ما اوكي واضح. طيب سمعنا بعض الشيء من ام كلثوم.
حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه، لما بيتكلم عليك، لما بيتكلم عليك حبي اللي انت جاي تقول عليه. هذا لأم كلثوم. يعني ضيعتني، ذهبت إلى عالم آخر أنا معك، ما شاء الله عليك. الله يسلمك، الله يسلمك. الجميل في صوتك أنك تستطيع أن تحضر اللهجة والنسق تبع الأغنية من أي كانت تكون في هذا الوطن الجميل، فأهنئك على هذه الموهبة. سؤالي لك، تفضل. لم تكن المسيرة سهلة، أكيد كان هناك بعض الصعوبات، وخاصة أنك تنشد وتغني الغناء الراقي، فما هي الصعوبات التي واجهتها؟ الصعوبات، أنا سأوضح لك الصعوبات. أنا أسكن في دائرة، يعني دائرة لا تفتقر لأدنى ظروف الحياة. لا توجد آلات موسيقية. أسافر إلى الولاية التي أنتسب إليها، تكون هناك صعوبات لكي أحضر تدريبات في الموسيقى وكذا مع الجوق الموسيقي، ثم لم تكن سهلة أبدا. ما شاء الله. طب وليد، لماذا لا تنتقل إلى مثلا مدينة أكبر مثل العاصمة الجزائر؟ قد تجد فرصة أكبر. سييت، أنا درت طلبات، درت فيديوهات، خدمت، لا توجد هناك اتصالات بك، لا يقيمونك كفنان بصريح العبارة، لا لا يوجد يقيمونك، دعم، يعني لا تجد دعم. لا يوجد دعم تماما، مع أنني متمكن من المقامات. لا أغني بالروبوتيك، هذاك لوطوتين اللي الآن، يعني راه الآن هو اللي راه داير ضجة. نغني لافوا، الصوت تاعي صافي جدا. نعم، يعني أنا من هذا المنبر، من منبر كنار تي في صوت العرب من كندا، أناشد كل المسؤولين وكل المبدعين الذين يسمعون اليوم لدعم وليد شلابي الفنان الجزائري المبدع. أنتم سمعتم جزء مما عنده، وعنده في جعبته الكثير أكيد، فإن شاء الله رب العالمين يجد منبر أو صوته يصل إلى أصحاب القرار، سواء في دولة الجزائر الحبيبة أو في دول أخرى يريدون استضافة وليد أو دعمه، لأنه موهبة فعلا يستحق كل الدعم. هل غنيت شيء لفلسطين؟ فلسطين، كنت في المتوسطة والثانوي كنت أغني للقدس، نبكيك يا قدس. سمعنا حاجة، سمعنا. نبكيك يا قدس، وكان قد جن من دمع القلم. نبكيك يا قدس، وكان قد جن من دمع القلم. نبكي وإن جف البكاء، فدموعنا أنهار دم، فدموعنا أنهار دم. فلسطين في القلب. الله يحفظك، الله يحفظك. وأنت أتوقع أنه أهل فلسطين أيضا يعني يحبونك ويحبون أهل الجزائر حبا جما كما يقال، نحن شعب واحد، وإن شاء الله لا يفرقنا إلا إن شاء الله نكون دائما سوية يدا واحدة. وليد،
نحن الآن نسمع كثير من الأغاني الهابطة، أنا أقول، لأن لم تصبح فيها لا موسيقى ولا كلمة ولا لحن ولا حتى أداء. يعني الفيديو كليب يخرج بعري ومحاولة لإسقاط القيم الاجتماعية في مجتمعنا العربي. كيف ترى فنك الذي أنت تغنيه، الفن الراقي، في هذا الوقت الصعب؟ الفن راه انه في انحطاط تام، انحطاط باتم بصريح العباره، انحطاط. وكل من هب ودب اصبح مغني يفتقر لادنى ظروف، ادنى شروط المغني ولا المؤلف ولا الملحن. الاغنيه تتحسس بها وتعشقها، والكلمات، وايضا الكلمات التي في السوق الآن كلمات هابطة جدا جدا، ومستوى كما نقولوا مستوى هابط دنيء. في الموسيقى يلزم أن تكون الكلمات نظيفة يسمعها الكل، والموسيقى عندها رسائل، ميساج يوصل إلى كافة المستمعين في كل المجالات، أي ظرف اجتماعي ولا حالة رومانسية، حالات قصة حب ولا حاجة اجتماعية. هذا هو، أنا نقول في حاليا الفن في انحطاط تام. ما هي رسالتك الآن التي أنت تحملها كفنان إلى العالم؟ رسالتي أن أقول للذين المبدعين والفنانين أن يحافظوا على مسار الفن، لا يحرفوه بالانحطاط والكلمات الدنيئة، كي يسمعه الكل. وأنا بالنسبة إلي، أنا أعشق الفن، فن أعشقه عشقا منذ الصغر. وعندي نداء صغير برك جدا، أهدي أنا تحياتي للقرية التي أسكن فيها، هي بلدية دائرة برج زمورة، ولاية برج بوعرج، تقع في الجزائر العاصمة. وتحية لكم أنتم، وأقول لكم أن تأخذوني بعين الاعتبار كفنان. هذا ما نحن يعني أنا أعرف أنك تواصلت معنا، كان في يوجد مسابقة اسمها موهوب العرب في كندا وأمريكا، وللأسف هذه المسابقة فقط حددت لمواهب العرب في شمال أمريكا أو أمريكا الشمالية، كندا وأمريكا. وإن شاء الله نستطيع العام القادم أن نفتح باب التسجيل، لأن هذه المسابقة هي مسابقة ليست فقط الأولى من نوعها في العالم، ولكن قد تكون الأصعب، لأنه العمل الأونلاين والأمور التسجيل بسبب الكوفيد أدت فينا إلى هذا الشيء. وإن شاء الله نستطيع أنه نستقبلك ليس فقط كفنان، بل ممكن في لجنة الحكم، لأنه ما شاء الله عليك أنت شخص مبدع. المقامات، أنت حدثني عن المقامات التي تغنيها يا وليد. أنا أغني مقام البيات، مقام الصبا، مقام الرز، تعطينا مقام أمثلة لو تعطينا مثال، لأنه أنا مش موسيقي، فمثلا تقولنا هذا البيات، تعطينا مثال لو 4 5 أمثلة. البيات يكون على هذه الصيغة. احنا في الجزائر، في المغرب، في المغرب المغرب البيات باللهجة المغربية. ولو كانت تشوف في حالي وتبكي بدموع الوليد الوليد الوليد، والبيات في الخارجي. انا عطيتك مثال كما نقولوا تاع يا ليالي يا ليالي، هذا ثاني البيات. والروح الصبا، صبا مقام الحزين، أمان 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 يا أمان. حجاز حجاز حجاز، نعطيك مثال في الأذان، الحجاز، وإذا رمت الأذان فذاك مقام الحجاز.
ويكون على هذه الصيغة. الله أكبر الله أكبر، هذا مقام الحجاز. يا عيني مقام النهاوند عندنا هنا النهاوند، نجيب لك أغنية تسمى كما نقولوا بالطابع الجزائري تاعنا. يب بالطابع الجزائري. يا واش تسوى ماضي بلا بيك، من اللي خطيتيني يا سماطت كاع. الله 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 يقدرني يقدرني يا، وعلى نسيانك نبرة شوية مع دابك، شكون اللي فينا شرى وشكون اللي باع. تينا لا دا دا تينا لا دا دا. مقاطع مقاطع بح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنت تبدع بالمقامات، وهذا شيء ليس سهل لفنان هاوي لم يدرس الفن دراسة، ولكنك أبدعت فيها. بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية. بدنا في النهاية تسمعنا شيء مما أنت تعشقه، هدية منك لجمهورك. أعطيكم هدية في الأخير، أعطيكم هدية أغنية من عندي ولكم وانتم ثاني. هذه الأغنية أهديها لكم للقناة تاعكم. أسمع الأغنية. أنا مو ما يجي غير النوم، ومل من الصغر والصغار، أشل الخنج يلي وعني اللي الفجر ما مر. شلون اخذ نبقى الحال، شلون اختنوا بغى الحال. هذه في خاطركم. الله، طبعا يعني انا تفضل تفضل وليد. انا مني اريد منكم طالب صغير بقى. طالب صغير تفضل. ان تبث هذا الفيديو، تبثه، ان تنشره. اكيد وصل لي النداء تاعي، وصل لي الصوت تاعي ان شاء الله. هذا هو الطلب تاعي، واشكركم جزيل الشكر، اشكركم جزيل الشكر. يصل صوتك، ولهذا نحن نسمى صوت العرب. ان شاء الله رب العالمين يصل صوتك لجميع من يسمعنا اليوم لتلبيه نداء هذا الشاب الفنان الرائع الذي يبدع في مقاماته، درسها او تعلمها سماعا، وربنا معطيه هذه الهوايه او الموهبه، فان شاء الله نستطيع ان نجد من يدعمه. كل الشكر لوليد وكل الشكر لأهل الجزائر على هذه الإبداعات التي يخرجها هذا الشعب الذي ما زال يلد أبطالا ويلد رجالا ما شاء الله عليه. بارك الله فيك، ونشكر جميع مشاهدينا، نتمنى لكم ليلة سعيدة وتصبحون على ألف خير.